تعالوا بينا مع بعض النهاردة نعمل أحلى وأطعم حلى بارد ممكن تعمليه بمكون ما يخطرش على بالك، ما جربتوش قبل كده. حاجة كده كريمية والطعم مختلف، طعمه جديد تحفة جدا، كريمي قوي طعمه مميز جدا جدا، بمكون واحد موجود عندنا دلوقتي في كل بيوتنا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا المهلبية القمر دي ازاي، الحلى البارد ده عملناه ازاي. طبعا قبل ما نبدأ ما تنسينيش في لايك وشير، ولو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسينيش في اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نبدأ ونشوف الطريقة. معايا شمامية كده كانت موجودة عندنا في التلاجة، اخر حاجة يعني كده كانت موجودة في التلاجة، هنمسكها بقى نقطعها الاول كده وننضفها علشان اقول لكم انا هعمل بيها ايه. هي شمامة كده كانت قربت تبوظ، بس هنعمل بيها حاجة يا جماعة عظمة عظمة على عظمة ان شاء الله، حاجة كده ترطب على قلبك وعلى قلب اولادك في الجو الحر ده، وانتوا قاعدين بالليل كده سهرانين، الاولاد طبعا خلصوا امتحانات وبيقعدوا يسهروا شوية، واكيد بيبقى نفسهم ان هم ياكلوا حاجة حلوة، فنعمل لهم حاجة حلوة كده من الحلويات الباردة طبعا بتاعت الصيف اللي بترطب على قلبنا وعلى قلب اولادنا. نضفنا بقى البذر بتاعها كده ونبدأ كمان نقشرها، هنتخلص طبعا من كل القشور اللي موجودة فيها برضو. حاجة اولادك هيحبوها جدا، طعمها تحفة جدا وشكلها كمان بيبقى في النهاية روعة روعة جدا. نقشر بقى كل الكمية اللي معانا كده، قشرناها كده ونضفناها من القشر خالص، نقطعها بقى مكعبات صغيرة او كبيرة عادي كده كده، ايه ده كله هيتفرن معانا دلوقتي. وصفة هتقولي انا ازاي اصلا ما جربتش الوصفة دي من زمان، من كتر السهولة ومن كتر الحلاوة اللي هي فيها. خلاص خلصنا تقطيع فيها كده، هنجيب بقى الكبة بتاعتنا وهنزل بمكعبات الشمام بتاعتي. انا هفرمها في الكبة لان انا عاوزة افرمها من غير مية تماما، ممكن برضو تفرميها في الخلاط من غير مية، بس الاسرع من كده وكده ان انت تفرميها في الكبة، هتتفرم معاكي فرم ناعم جدا وكمان مش هتاخد ولا نقطة مية زي ما هنحط في الخلاط علشان حتى يتحرك معانا. انا هحط المكونات كلها معايا وهي بتتفرم في الخلاط علشان كله يمتزج مع بعضه مرة واحدة. هحط كده 3 معالق من السكر، طبعا تقدري تزودي السكر او تقلليه على حسب الرغبة، بس اكيد طبعا مش هنقلل عن 3 معالق من السكر. هحط عليهم معلقة ونص كده من النشا واخد الخليط ده كله واضربه كويس جدا. عاوزة تزودي لون طعام اورنج او اصفر عشان نعزز اللون شوية، اوكي مفيش اي مشكلة، بس انا بصراحة هسيبه كلون طبيعي كده مش هحط عليه اي لون، مع ان الالوان بتبقى الوان طبيعية بس برضو مش هحط عليه اي لون خالص. وادي الخليط بتاعنا اهو بعد ما ضربناه كويس جدا، اهو بقى سايل خالص اهو وكل المكونات امتزجت مع بعضها. تعالوا يلا بقى على البوتاجاز علشان نكمل الخطوات بتاعتنا. في الاول كده هحط كوبايتين من الحليب، ادي كوباية وادي الكوباية التانية، هحط عليهم طبعا معلقتين من النشا، ادي معلقة برضو وادي المعلقة التانية، وكمان هضيف عليها معلقة كبيرة من الكريم شانتيه، لو مش متوفر عندك يبقى معلقتين قشطة كده من وش اللبن او اي علبة قشطة موجودة عندك، وطبعا هنضيف السكر بتاعنا، انا هضيف هنا 3 معالق برضو من السكر، عاوزة تزودي او تقللي مفيش اي مشكلة براحتك جدا. نقلب بقى على البارد لحد ما ينفك اي تكتلات موجودة معانا في الخليط، وبعد كده طبعا بنرفعهم على النار بنقيد عليهم البوتاجاز لحد الخليط ما يوصل معانا للقوام الكريمي اللي احنا طبعا متعودين عليه. خلاص وصلنا للقوام الكريمي اهو اللي انتوا شايفينه زي القشطه بالظبط، اهو قوامها تحفه جدا وبدات طبعا تبقبق من كل الجوانب كده، هنسيبها بس تبقبق معانا كده دقيقه ولا حاجه، وبعد كده هنطفي عليها النار، واخر حاجه طبعا هنحطها واحنا بنطفي النار رشه صغيره من الفانيليا، وبس كده وادي معانا الطبقه الاولى.
يلا خلاص حضرنا الطبقة الأولى اهو في الكاسات بقى بتاعتنا، ونبدأ نصبها في نص الكاس، بس مش هنملى الكاس بتاعنا لحد الآخر. خلاص اهو حضرنا الطبقة الأولى، هناخد بقى الشمام اللي احنا كنا عاملينه وعلى البوتاجاز برضو ومع التقليب لحد ما يوصل هو كمان للقوام الكريمي بتاعنا. طبعا ايدك فيه علشان ما يتحرقش منك، ما تشيليش ايدك خالص خالص لحد ما يجمد معاكي ويمسك كده ويبقى القوام بتاعه كريمي تحفة جدا. خلاص مسكت معانا اهي، قوامها بقى تحفه هي كمان، وبدات تبقبق معانا هي كمان من كل الاتجاهات، رشه من الفانيليا برضو كده وتقليبه واحده، ويلا بينا نصبها. نصب بقى معانا الطبقه التانيه كمان كده، ريحه الشمام يا بنات تحفه تحفه جدا، هتفرح اولادك وهيتبسطوا بيها جدا جدا. وادي بقى الكاسات بتاعتنا اهي، هنسيبها بس تهدى شويه وبعد كده ندخلها التلاجه تبرد وتمسك نفسها، ونرجع لكم تاني واحنا بندقها وبنقدمها. وادي شكل الكاسات بتاعتنا بقى، البولات بتاعتنا بعد ما طلعت من التلاجه اهي، شايفين التدرج بتاع الالوان، حاجه كده تحفه جدا، منظرها روعه يا جماعه، وريحتها عاوزه اقول لكم خرافه. يلا بينا بقى مع بعض كده ندوق الطعم بتاعنا، شايفين قد ايه اصلا هي كريميه، شايفين عامله ازاي قشطه كده في ايديكي، مربه الشمام يا جماعه طعمها تحفه جدا بامانه، لو ما جربتيهاش هتندمي ان انت ما عملتيهاش قبل كده، رائعه رائعه يا جماعه. اتمنى ان الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، والوصفه بتاعتي المتواضعه النهارده تكون عجبتكم. دلعي نفسك ودلعي اولادك واسهروا مع بعض مع احلى حلا بارد صيفي. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير، ولو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش في اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي رعايه الله وحفظه، مع الف سلام، باي باي.